ليا بداية محطاتنا منستحضر فيها السلام مع مساحة إيمانية وأصوات الأمسيات الميلادية وأجواء هذا الحدث المبارك الذي بدأت ملامحه تتضح في سوريا عبر العديد من الفعاليات. ميلادي وطني يسوع الليلي زار هو عنوان الأمسية الميلادية يلي أحياها كورال سيدة السلام من يبرود بكنيسة سيدة دمشق. للمزيد حول هيدي الأمسية وأمسيات أخرى أيضا بسرنا من خلال صباحنا غير نرحب بالدكتور مطانيوس غيس قائد كورال سيدة السلام. صباح الخير صباح دكتور، الخير. أهلا صباح وسهلا الخير، فيك يعطيكم ونعاد العافية، عليك. الله يخليكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية يسوع الليلة زار، دائما نحن بمثل هذا الوقت نستعد لاستقبال يسوع طفل المغارة. كان عنوان الريسيتال جيت من يبرود على كنيسة سيدة دمشق. نعم. لإحياء هذا الريسيتال لتصدح الحناجر بكلمات وألحان ملائكية، خبرنا عن الريسيتال شوي. الريسيتال يسوع الليلي زار، طبعا احنا كورال سيدة السلام جينا من يبرود بدعوة من كنيسة سيدة دمشق. العنوان هو عنوان لترتيلة هي من خاصة بكورال سيدة السلام من كلماتي باستخدام لحن للسيدة فيروز اللي هو لحن سهار بعد سهار. الكلمات كلها بتدعو للسلام وإحلال السلام، بأنه نستدعي الطفل يسوع ليحل السلام بوطننا وترجع سوريا الحبيب دائما منورة بسلامة وبأهلها الطيبين. نعم دكتور، خلينا نحكي أكثر عن البرنامج اللي قدم بالأمسية، وخلينا نحكي عن الكورال قديش عدده كمان. طبعا الأمسية كانت وطنية ميلادية. ميلادية نعم. عملنا أكثر من ترتيلة ميلادية بمناسبة عيد الميلاد وقدوم الأعياد المجيدة. وطبعا الوطن دائما حاضر بقلوبنا وحاضر بأصوات أولادنا وحاضر بتفكيرهم ووجدانهم دائما. فنحن أي ريسيتال بنعمله أو أي حفلة فالوطن دائما هو الأساس اللي بيحركنا وبيخلينا، لأنه نحن بدونه ما بنسوى شيء. كورال سيدة السلام هو كورال نشأ من حوالي 4 سنين عن طريق الصدفة، يعني هيك أطفال صوتهم حلوة. بيتميز أنه ما في احترافية، العازفين والأطفال كلهم تحت سن 17 سنة. فال يعني نحن كلهم هواة وبلشوا حوالي 10-12 شخص، حتى هلا وصلنا قريب 50 طفل وصبية وشاب، وبلشنا نتطور شوي شوي. وهلا عم نحاول كمان نضيف له آلات موسيقية ونحاول نطور هالجوة، إن شاء الله تحبوها وتكون أكيد. يعني يا دكتور قلت ما في احترافية، ولكن امبارح تميز بأصوات جماعية كتير حلوة وصلت فكرة معينة، حتى لاحظنا في سولو، يعني شفنا بنات وشباب عم يغنوا سولو. قديش دائما الهدف والرسالة اللي بدنا نوصلها هو الأساس في أي شيء نعمله، يعني وخصوصا بكورال بهيك قصة. كورال سيدة السلام حاول يوصل الرسالة الإنسانية، أنه الإرهاب والقتل ما بيلغي الإنسانية، ما بيلغي الحضارة. الحضارة لا يمكن تنلغى، حضارة الغناء والفن والإعمار هي حضارة سوريا. نعم. مو حضارة الإرهاب. فالأطفال اللي عندي بالكورال عم يحاولوا يوصلوا هالرسالة، رسالة السلام والمحبة اللي حابين ننشرها لكل أنحاء العالم، أنه سوريا هاي هي الوجه الحقيقي لسوريا. صحيح. مو الوجه اللي بتشوفوه على الإعلام الغربي. صحيح. أكيد بدورنا بدنا نوجه تحية لكل أعضاء الكورال من مغنيين ومن أيضا عازفين، ولكن دكتور خلينا نروح سوا ونشوف كيف كانت أجواء الأمسية الميلادية ونرجع. يا رب الشارع حلوة طالت لي
الريسيتال اللي عندنا هلا هو ريسيتال من سيدة السلام من يبرود، يبرود اللي عانت الآلام والأوجاع، رجعت انتصرت على الموت وانتصرت على الشر وانتصرت على الإرهاب. رادوا أنه يطلعوا من قلب يبرود ويجوا على مدينة دمشق، على سيدة دمشق، لحتى كمان يحيوا هالحفلة الميلادية، هالحفلة الميلادية اللي هي كلها تعبير عن محبتنا للرب الدرجة الأولى، إيماننا بالمسيح اللي ولد بمغارة بيت لحم وبريد أنه يولد بقلوب البشر. بدنا نبعث رسالة لكل العالم بأصوات أطفال كورال سيدة السلام، عم بيقولوا كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله البلد بتضل بخير وبتصير بخير، والأطفال اليوم رح يغنوا للشام كمان ليوصل صوتهم لكل سوريا أنه سوريا بخير ورح تضل بخير. هؤلاء الأطفال الذين يغنون اليوم للسلام وللوطن ولسوريا وللمحبة هو تعبير عن كل أبناء سوريا الذين عانوا من الإرهاب ما عانوه، فاليوم ينتفضون لأن إرادة الحياة لديهم أكبر من إرادة الموت ومن إرادة الإرهابيين. كل عام وأنتم بخير بجميع الأعياد، وإن شاء الله الأيام الجاية هالسنة 2018 تكون سنة خير وسلام للجميع. دكتور، مثل ما تابعنا من خلال الريسيتال يلي جسدته حناجر كورال سيدة السلام، كان في اختيار لترانيم، كان في ترنيمة مثل ما ذكرت بالبداية يلي هي من كلماتك ومن لحن السيد فيروز. أكيد قديش بتبعث السلام هيك ترانيم، كيف بيتم اختياره ولكل توقيت؟ يعني طبعا حسب الميلاد عنا الفصاح، كل واحد له توقيت، كيف بيتم اختيار هيدا الترانيم؟ الحقيقه نحن يعني كل عيد او ريسيتال بنعمله تحضيرات من قبل عده اشهر، طبعا نعمل تدريب بشكل اسبوعي، فاذا كان عندنا عيد ميلاد فبنحاول نحضر تراتيل ميلاديه. ومثل ما ذكرنا دائما الوطن حاضر ان كان ميلاد ولا فصح ولا اي شيء. التراتيل بتم اختيارها طبعا حسب المناسبه وتدريبها للاطفال واعادتها اكثر من مره بطريقه احترافيه، ودائما اذا شفتوا معنا نحن في عنا افراد بيقولوا سولو اصواتهم كثير مميزه، فعم نحاول نعتمد عليهم لحتى تحاولوا تثقلوا هيدا المواهب، تمام، نثقل هالمواهب ونعطيهم ثقه بنفسهم اكثر لحتى يعطوا بالمستقبل اكثر. نعم دكتور، مثل ما ذكرت الشباب والصبايا خلينا نسميهم هن عندهم موهبه ولكن يمكن ما هن دارسين اكاديميا، خلينا نحكي يمكن هذا الشيء بده تحضير اكثر، بده تحضير شهور مثل ما ذكرت من شوي حضرتك. خلينا نحكي عن التحضيرات، يمكن اي امسيه او اي احتفاليه قد ايه بوقت بتحضروا لها، ويمكن كيف بتم اختيار انماط الموسيقى يلي بتلائم اصوات هي معنا اكاديميه ومعنا مدربه غير مدربه بشيء بسيط؟ هلا بصراحه يعني احنا الاطفال صحيح ما هم مدربين بس بيعتمدوا على السمع. في عندي عده مواهب بالفرقه بيعزفوا الات موسيقيه، هلا هذا الشيء ساعدهم انهم يثقلوا موهبتهم ويكونوا يعني يلقطوا الطبقات الصح، ونحن بنحاول نساعدهم شوي شوي. طبعا ببلش الشاب او الصبيه معنا ببلش بمستويات شوي ضعيفه، بس مع التطور والسمع الدائم والتدريبات المستمره. تدريبات فرديه او جماعيه؟ تدريبات بتكون جماعيه، وللصولو بيكون تدريب فردي. والاصوات الفرديه مثل ما لاحظتوا امبارح يمكن تكون مميزه، انا بعتبرها بالكورال عندي،
والصوت الجماعي كمان صوت موحد. فنحن هاي الترتيبات دائما بتكون قبل بعده اشهر لحتى نوصل، يعني هال 50 دقيقه اللي بنعملهم بدهم شغل اكثر من 5 شهور. نعم. فنحن بنشوفها هي 50 دقيقه بس كثير اخذه تعب معنا لحتى نوصل، خصوصي مع اطفال ومع جماعه محترفين. يعني خلينا نحكي دكتور عن انشطتكم بيبرود، يبرود التي نفضت غبار الارهاب بعد تحريرها من الجيش العربي السوري. يمكن توقفت النشاطات، مو بس نشاطات الكورال، عدة نشاطات حتى الكنائس تم ترميمها طبعا بفضل الانتصار يلي تم تحقيقه. قديش عانيتوا فترة معينة وكيف كان سوري كيف كان الاندفاع وإعادة النشاط وإعادة الكورال؟ الحقيقة بعد ما تحررت يبرود بفضل سواعد الجيش العربي السوري رجعنا للحياة بهمة عالية حسيتها أنا. أكيد. يعني أكثر من الأول، بالأول كنا يمكن نكون شوي متكاسلين، بس هلا حسينا إنه الحياة تستحق إنه تنعاش، واستحق إنه نعمل شيء يظهر ويبين ويكون رسالة مثل ما حكينا، رسالة للشعوب الأخرى إنه الشعب السوري شعب ما بينهزم، شعب دائما منتصر. أكيد. بكل شيء، بفنه وبحضارته، لأنه شعب حضاري والحضارة لا يمكن أن تموت. وبعد ما رجعنا على يبرود دائما يعني انا حسيت انه كثره النشاطات، واغلب مو بس بنشاط الكورال، بنشاطات ثانيه، النشاطات الكشفيه والنشاطات الفنيه والرياضيه، ورجعت الناس حابه الحياه من اول وجديد. اشتاقت اكيد، ويمكن الشيء اللي عم يقدموه اهالي بيروت يبرود سوري من نشاطات ومن فعاليات يمكن هي يعني شيء مصغر عن الشعب السوري، عن سوريا. اكيد دكتور مطاني صغيط، نحن كثير بدنا نتشكرك وبدنا نتشكر كل اعضاء الكورال، وناطرينكم اكيد بحفله ميلاديه يبرود، وناطرين كل جديدكم. موفقين يا رب وميلاد مجيد. شكرا، كل عام وانتم بخير. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. كل الشكر لك، وشكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. أما هلأ يا سالي.